مع حلول موسم الصيف تشهد الموانئ إقبالا من المصطافين الراغبين في السفر عبر رحلة بحرية على متن باخرة، ولتحسين الخدمات ومنح الراحة للمسافرين وتحت شعار أمن وتسهيلات وللسنة الثانية على التوالي، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني فرقة متكونة من 7 شرطيين مهمتها تسهيل الإجراءات الشرطية الحدودية داخل الباخرة وفي الميناء. تم إقحام هذه الفرقة مبحرة على مستوى جميع الموانئ التي من أجل تسهيل عبور المهاجرين. هم 5 موانئ: سكيكدا، جزائر العاصمة، وهران، ومستغانم، وبجاي. تشمل 6 عناصر تحت إشراف إطار من الميناء. داخل مع لابوليس الجيريان سي فاسيل، سي با بوكو داتونت و سي بيان. من قبل ما كانتش الخدمات كيما نهار كيما درك. ايه درك تخرج ديراكت اختي، لي فورماليتي كامل تاع لابوليس نديرهم انايا، تسمى درك نديو ديراكتومون. نو برينو لا كارت غريز و الباسبور دو شوفور. À l'entrée, dès qu'on rentre dans le bateau, c'est ça. Et après, dans la journée, ils nous appellent pour venir les récupérer. Et les gens qui sont en passager, c'est pareil, ils leur tampon, leur passeport aussi. Au niveau de l'assurance, au niveau des formalités douanières, au niveau de formalités policières, tout ça, ça s'est bien passé. Franchement, c'est nickel. Alhamdulillah, tu me suis très inshallah. ربي يجيب الخير للبلاد هذه ان شاء الله. هذه الاجراءات لختم الجواز لا تستغرق سوى دقائق، ولان الرحله طويله ومتعبه فهناك من يحترم الاجراءات وهناك من ينسى نفسه ويغط في نوم عميق. لا رجليهم من فوق على كل حال، ما رجليهمش انا نرقد. إذا يعاود يكرروا نداءات نفس النداءات حتى كل بلاك حتى الفاديز دسوار باش باش نكملوا، يعني ما نخليو حتى واحد باش يهبط ما خدمش الاجراءات الا الحبات اللي يبقاو راقدين في لي شومبر تاعهم ولا ما ينوضوش ولا ما يفطموش، هذوك سي اوتوماتيكمون كي نحطوا البور ما يخدموا. تبقى مثل هذه الخدمات على متن الباخرة من التسهيلات التي تساهم في إراحة المواطن وكسبه وتشجيعه على استغلال إمكانيات المؤسسات الوطنية التي من شأنها المساهمة في دعم خزينة الدولة.